السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع فيلتوير هو موقع بيخليك تنظم الشغل أو تنظم التاسكات والمهام مع الفريق بتاعك. لو أنت جيت على بلانس تقدر تضيف ملفات المشروع. لو بصيت لقيت علامة واحد هنا فده معناه إن في تاسك مرتبطة بالملف ده، فلو دوست هنا هلاقي إيه المخطط هو. طيب أنا عايز أبدأ أضيف تاسك، فباجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف تاسك هنا في الستور، فبيبدأ يقول لي اختار لامنيو تاسك لام اكسيستنج تاسك، وتبدأ تعمل سيرش على التاسك ديت ويعمل لك بينهم ريليشن شيب علاقة. طيب هنا ممكن تكتب بقى اسم التاسك الجديدة وليكن مثلا مينتيننس، وتبدأ بقى المينتيننس دي ايه الحاجات اللي انت عايز تفحصها. مثلا عايز تفحص الوول، عايز تفحص الفلور، عايز تفحص السيلينج، تبدأ تعمل قايمة ويعمل شيك على الحاجات دي سليمة ولا فيها أي مشكلة، وتختار الستيتس اللي أنت عايزها، الكاتيجوري تلاقي قايمة بالكاتيجوري اللي أنت ممكن تختار منهم، مثلا اللوكيشن بتاعك، الستارت ديت، الإند ديت، وهكذا. وبعد كده ممكن تشيرها من خلال الإيميل أو تنسخها أو تصدرها كبي دي إف زي ما انت عايز. ممكن في اي لحظة تيجي هنا تختار التاسك ديت وتدوس رايت كليك وتقول له دوبليكيت، وتبدأ بقى ايه تشوف ايه الاماكن اللي ممكن تتحط فيها التاسك ديت. تمام، ممكن نقول التاسك دي رايت كليك عليها وتقول له دوبليكيت، وتبدأ مثلا تحطها هنا بالشكل دوت، فيبقى فيه أكتر من تاسك في كل غرفة ممكن تفحصها. ممكن مثلا تقول له أنا عايز أغير الأرضية، عايز أغير الـ نظام الشغل وهكذا، وبتظهر ما عندك في التابلت يقول لك مثلا دوس على التاسك دي إنها خلصت وهكذا. ممكن تنقل بقى لي اللوح الأخرى من هنا، ممكن نيجي هنا على التاسكس فتبص على التاسكات، ممكن حاجة مثلا خلصت تبدأ تسحبها مثلا تحطها في الكومبليت، حاجة مثلا خلصت واتنقلت لفيرفايد فتبدأ تنقلهم بالشكل دوت. تقدر تقول له جنريت ريبورت، يبدأ بقى يعمل لك ريبورت بالمهام كلها وايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش، ويبعته لك ممكن يبعته لك على الايميل كل اسبوع مثلا.